السلام عليكم، معكم فهد الشيحي، انا في قسم يوبي سوفت. وجه لكم اول لعبه حصريه احنا قالوا ترو جيمنج جربوها، اللي هي ماريو اند رابيتس كيندوم باتل. متاكد كثير متحمسين لها، وناس كثير يبي يعرفون كيف يوبي سوفت ونينتندو صاروا مع بعض سووا لعبه. شوفوا فيديو ووريكم كيف تلعبون. السلام عليكم، مثل ما تشوفون هذه لعبه رابيتس مع ماريو، او ماريو رابيتس كيندوم باتل. واللعبة جدا سهلة، انت قاعد تتحكم فيه. هذا الشيء اللي تشوفونه، تشوفون هذا الشيء، هذا الشيء اللي تتحكم فيه، يعني ما تتحكم بالشخصية نفسها، لا تتحكم في المؤشر هذا وهم يلحقونه. زي ما تشوفون يعني اللعبة يعني بس امشي وضغط ايات عشان تقدر تتحكم فيها. تقدر تجمع قروش، يعني في طريقتين، في طريقة استكشاف اللي تشوفون انتم، وفي طريقة الباتل او القتال. هذا القتال حنا فيه، نوع القتال يكون استراتيجي مثل ما لعبة استراتيجي متعودين عليها، بس بطريقة لطيفة هنا. ناس قالوا انها قريبة من لعبة اكس كوم، فما اعرف صراحه، ما لعبت اكس كوم بس اتوقع انها قريبه منها. فمثلا عندي ماريو هنا، اختار اقدر احطه هنا يوقف، يعني يكون ورا حاجز، واقدر اجي هنا مثلا، او اقدر اخليه يطق هذا زي كذا، بعدين يروح ينحاش ويجي ورا الحاجز. خلينا نسوي كذا، طقه يرجع اوكي، والحين يضرب المسدس. حاجه رهيبه جدا. وهذا مثلا الفيك لويجي او لويجي الارنب ما يقدر يوصل هذاك، فايش يسوي؟ خليه يروح عند ماريو، ماريو خليه يقفز، وبعدين اقدر اخليه وين يروح؟ خليه مثلا يوقف، وين خليه يوقف؟ هنا؟ هنا ممتاز. شو كيف؟ عشان يوصل. شيء رهيب صراحة. طبعا بعدين اقدر اطلق فيه. زي ما تشوفون. وبيتش نفس الفكرة. انا دخلت ارقى هنا مثلا. او تجي هنا مثلا، لا خل تضرب هذا، بعدين تنحاش عند ذا، خليها تنقز، بعدين ما تنقز مرتين كنت بخليها، او تقفز مرتين. طيب وخليها تجي هنا عند تضرب ذا زي كذا. تشوفون كيف؟ ساعات جدا سهله. هذاك مات والحين ذي بتقتله، كلام كبير. اوه لسه في واحد هنا بعد. طبعا مره الدور لك والدور لهم، زي العاب تبادل الادوار او العاب استراتيجي، صح؟ هي اتوقع انه في ادوار زي كذا. اوه سووا نفس الشيء، حتى هم يقدروا يسووا نفس الشيء. اوكي. طبعا انا كنت متخبي. لا لا، مكتوب 50% انه ما يشوفك. اوكي. اوكي هذا اتحرك هنا اقدر اطلق، يعني تقدر تطلق وتواقف محلك. او تقدر تتحرك بعدين تطلق. فخليه يتحرك احسن. خل نروح عند لويجي هذا وخليه هنا ورا كذا لاصق فيه. اوه لا 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 لحظه، هذا ما اقدر ارجع. اطقه. اوكي الحين ماريو نفس الشيء، لويجي ذا يرقيه ويخليه يجي هنا مثلا. انا حاسس انه بيسوي حاجه، بجيب العيد في الاميره او الاميره، هذا الارنب. اوكي شو تختار وين تطلق عليه؟ خلنا نخلص من ذا. اوكي والله اني قايل كيف تدور. طيب اوكي الحين لويجي يروح عند ماريو بحيث خليه يقفز ويكمل على هذا، فخليه يوقف هنا. اللعبه استراتيجي بحت يعني، فبس تجي بطريقه ممتعه. الحين اختار، خلاص اطلق على ذا، خلص منه، ذبحته. والحين جاء دور هذا، ايش بيسوي؟ هاي بيطلق على هذه. اوه شوفوا 100% جاء، معناته انه قاعد يشوفها. طيب الحين دوري، اقدر اطقه وارجع. اوكي اقدر اطقه وارجع، اجي كذا، اجي اوقف هنا. اوكي والحين اطلق عليه الوجه. نايس. الحين الامير نفس الشيء برضو، اقدر اطقه وارجع، يعني راح اطقه كذا. اتوقع انه بيموت بس نجرب. اوه اقدر انقز. واقدر اتوقع اني اقدر اطقه مره ثانيه. طيب خليني اسوي حركه كذا، انا عارف اني ما احتاج الحركه، بس الشيء رهيب صراحه، متعه تحسونه. اوكي خلصنا الباتل. وش هذا؟ يرجع لك الطاقة حقتك ترجع، ونكمل طريقنا.
العالم جدا جميل شكله صراحه والجرافيكس حلو. اوه شوف هذا قاعد الارنب، والله رهيبين الارانب ذول يعجبوني مره. اقدر اطلع اضغط عليه ايش انا اشوفه. I have so many questions here but I have a better answer. اوكي ما عندي سالفه. يقول قاعد يتساءل عن الحياه والحياه مو عطت وجه شيء زي كذا. اوكي اوه هذا القرش الحمر في ماريو لازم اجمعهم. لا لا اوكي يعني في لسه عوامل ماريو اللي متعودين عليها العوامل. يا ربي يمديني. ايوه يلا يلا ثمانية هم اتوقع. اوكي نايس. اوه اوكي حلو يعطيك كنز خلينا نشوف ايش فيه. اعطاني بطاقة. البطاقة هذه اتوقع زي السلاح تلبسها. بيستون بانيك. برودوس باسنج بروكشن باور فور بروكشن ذيس بري. اوكي سلاح جديد اعطاني الماريو. ممتاز. نجي الحين سيلكت ويبن. هنا الاسلحة تركبونها. طبعا كل سلاح فيه قوته مثلا هذا. اوه والله ذا 80. هذا على شكل باوزر شكله يعطيك شيء اسمه هاني دامج. هاني شانس شيء بالعسل. هيد دامج باونس دامج يعني كل سلاح له خاصيات فيها. اذا ما عرفت اضغط اكس. يوريكي ياماشيا. ويبن سوبر افكت سيركت بونس سنت كومبات. اوكي هذا من النوع اللي يخليه بونس باونس سنت كومبات هارتك باوز. اوكي هذا اللي يدفهم. طب الهاني ايش يسوي؟ هاني كوز كومبات تو بي ستك. اوكي وهذا يدفهم وهذا يخلي الاعداء يكون محلهم. يعني فطبعا حتى اقوى واحد اللي هذا توني ماخذه. هذاك والله ما دريت عنه انه عندي اصلا. طيب اكل ممتاز. لحظة. اوكي هذا ماريو. اوه كل واحد عنده سلاح. خل نحط ايه ما عندي هذا لازم اشتريه. عشان كذا عندك القروش. هذا ما كان عندي اصلا كنت لازم اشتريه ب 40 كوين. انا عندي 36 كوين. طبعا كل واحد حط له سلاح معين. هذا رخيص خل نعطيه هذا. نشتري له اياه. اوكي. حلو معناته تقدر تشتري اسلحه وتحط الشخصيات. كمل طريقنا. مثل ما تشوف اللعبه قاعد تنقسم الاشياء الادفنشر ومغامرات. جمع قروش نفس قروش ماريو. هذا تستخدمها عشان تشتري اسلحه. اوكي. اوه مثل ما شفتوا هذا بونس جيم قاعد العبها لازم اجمع القروش ولازم اخلصها فاجي كذا. واجي من ورا. اوكي ممتاز. يلا قاعد شغلنا كويس قاعد يصير. حلو. يا سلام عليك يا سلام عليك. طيب هنا جمع القرش الاخير. لا 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 اوكي نايس. والله على اقرب شيء يطلع لك الكنز. الكنز هذا يكون فيه حاجات غريبه يعني يكون اسلحه اكثر شيء. هذا سلاح حق بيتش. امشي الجوال اللي معاها. وهذه كانت تجربتنا لعبة ماريو رابيد. إن شاء الله تكون عجبتكم. يعطيكم العافية. كان معكم في تشيع وتابعونا في 3 مزيد الأشياء الرهيبة بنجيب لكم إياها. مع السلامة.